الحقيقة عبد الوهاب من أول لحظة كان واعي للي بيعمله سيد درويش، وأظن إن عشان كده أول استدعاءات واعية في طرح عبد الوهاب بيقف على كتاف سيد درويش. وأنا قاصد قوي اللفظ ده بتاع إن هو يقف على كتاف، لأن هو ده رحلتنا كلنا في الموسيقى، مفيش حد بيبتدي من زيرو. يا دنيا السؤال ليه سيد درويش حس بكده وبعده محمد عبد الوهاب؟ ايه اللي هم شافوا انه محتاج التغيير؟ وليه لما بدأوا رحلتهم احتاجوا او مارسوا الطناص او الاقتباس برضه؟ اول لما الخديوي اسماعيل افتتح الاوبرا اللي كانت في العتبة، سيد درويش سمع، فابتدى يسمع عناصر في الموسيقى احنا ما نعرفهاش. احنا عندنا تخت، التخت الناس بتعزف نفس اللي بتقوله اللي بتغني وبس، بالكتير قوي يرستقوا المقام، يعني يقولوا شوية نوت تدخل اللي هيغني في الموسيقى اللي هيغنيها، في العالم النغمي بتاع اللي هيغني. وحتى كانوا بيسموا في الوقت دوت أي موسيقات قبل الغنى بيسموها موسيقى صامتة، يعني حاجة خرس تماما. طيب راح هو يسمع فلقى عناصر تانية، لقى أولا إن في إمكانية إن الأصوات تغني مع بعض، ده ممكن تعملي حوار ما بين اتنين والاتنين يكونوا بيحبوا بعض فيتعالوا سوا في مساحة موسيقية، أو يتصارعوا بيتخانقوا، أو هما بيحبوا بعض واحد يخش يتصارع معاهم، أو ثلاثة بيتصارعوا. ده بس على مستوى الغنى. على مستويات تانية إن الله ده فيه صنعة لترتيب الألحان، ترتيب المتتاليات اللحنية ديت، في صنعة تخلي إن الموضوع ينقل المتلقي من مساحة عاطفية لمساحة تانية بتنظيم. التنظيم مش معناه إن المسألة جامدة ولا لأ، لكن فكرة قانونية الأشياء، فكرة إنها منظمة، فكرة جوهرية وما تتعارضش خالص مع العاطفية. لما سيد درويش اكتشف دوت قال طب أنا عايز أتعلم دوت. وفي القصة اللي هو كان نفسه يروح إيطاليا ويتعلم الصنعة بتاعت دباجة الألحان ديت. طيب الصنعة ديت فيها إيه تاني؟ فيها تعاملات مع اللحن، فيها تعاملات مع الآلات بشكل مختلف عن إن الآلات دول صورة كوبي من الموسيقى. وفيها حاجة تانية ابتدت تحصل بعد كده اللي هيبتدي يخش فيها عبد الوهاب أكتر، فكرة إن الإيقاع ابتدى يتحول إن هو رحلة تانية موازية لرحلة الأغنية. سيد درويش أول طرح مختلف طرحه في فن صناعة الألحان هي إن هو ابتدى يتعامل مع فكرة التتراكورد، ما ابتداش يتعامل بتقديس لفكرة المقام. والألحان اللي ابتدى يتعامل مع فكرة التتراكورد، اللي هو التتراكورد ده اللي هو شبه الموسيقى الشعبية اللي عندنا أو شبه الموسيقى القبطية، اللي هو جزء من المقام مش المقام كامل. لما ابتدى يطرح دوت ابتدى زي ايه في اعمال الحلوة دي، يعني التتراكورد هنا بالظبط ان دي تبقى الوحدة اللي هو مش حد بيقول لحن عريض مبتدي من فوق ونازل لتحت وينقل مقامات. كونسبت نقل المقامات مش موجود في التقاطيق القصيرة ديت قد ما موجود الحالة الإيقاعية اللي مبنية على نوت صغيرة عددا قليلة وبيروح من حتة لحتة وممكن ينقل من تتراكورد لتتراكورد، لكن مش اللعبة لعبة المقامات هنا. أهمية دوت مش في اللي هو عمله، أهمية دوت إن هو محاولة للخروج من البلاتفورم القديم، إن الأرضية ديت ما بقتش مشبعة ليه، فأنا بدور في أرضية جديدة.
الحقيقة عبد الوهاب من أول لحظة كان واعي للي بيعمله سيد درويش، وأظن إن عشان كده أول استدعاءات واعية في طرح عبد الوهاب بيقف على كتاف سيد درويش. وأنا قاصد قوي اللفظ ده بتاع إن هو يقف على كتاف، لأن هو ده رحلتنا كلنا في الموسيقى. مفيش حد بيبتدي من زيرو. بيتهوفن وقف على موتسارت وهايدن، وهايدن وموتسارت وقفوا على بخ، وبخ وقف على اللي قبله، وهكذا. ولولا التراكم دوت مش هيحصل أي نوع من أنواع الخبرة الإنسانية اللي احنا كلنا نقدر ندعي إن هي السبب في إن احنا بقينا بني آدمين أصلاً.